السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من لعبه الامم عبر قناه الميادين. حين يتقاتل الاخرون في الاقليم يخسر لبنان، وحين يتفاهم الاخرون في الاقليم يخسر لبنان. هذه هي حال البلد الذي لم يجد اهله افضل من صيغه طائفيه للحكم فزينوها لشعبهم، راحوا في ظلها يزينون كل شيء، السلاح والميليشيات والفساد وتقاسم الجبنه، ولانه كذلك صار لبنان بيدقا في لعبه الامم. أحرق ساسته كل مدينة وبلدة وشارع فيه على مدى 15 عاما، وعادوا بعدها يسهرون سويا، يتسامرون، يضحكون فوق قبور من قتلوا. دبلوماسية التكاذب الطائفي المسماة تعايشا جعلت من أمراء الحرب مسؤولين بارزين في السلطة. عادت الطائفية بأبهى حللها، عادت أبهى مما كانت قبل الحرب. كل شيء يتغير إلا الطائفية وتقاسم الجبنة والمحسوبيات والفساد. ولأنه كذلك سهل غرق لبنان في أتون الحرب السورية، هذا يناصر سلطة الرئيس بشار الأسد وذاك يناهضها. سهل انقسامه بشأن الدور السعودي والأدوار الإقليمية والعالمية الأخرى. سهل توزع أهله بين محاور إقليمية ودولية، هذا يمجد رجب طيب أردوغان وذاك يمتدح قادة إيران. هذا يقدم أوراق اعتماد يومية للسفارة الأمريكية وذاك يقيم حفلات التكريم للسفير الروسي. ولأنه كذلك فإن لبنان وقع مجددا في أفخاخ الآخرين. هذه طرابلس تشتعل، قبلها عرسال والهرمل وصيدا، وبينها تفجيرات سيارات مفخخة، وقبلها اغتيالات، وفوق كل ذلك نزوح سوري خطير. وأما الثروة النفطية الهائلة التي بدأ الساسة يتناهشونها حتى قبل أن تطل برأسها من تحت الماء، فهي مرشحة لأن تصبح نقمة لبنان وليس نعمته. باختصار، أبواب البلد مشرعة على المجهول، وأبواب الحكومة مشرعة على المجهول، مقفلة حتى اتفاق أصحاب القرار، وهم في جميع الأحوال ليسوا في لبنان. لربما الخطر الوحيد الذي بدأ يتضاءل فعليا هو من الجنوب. إسرائيل التي خسرت أكثر من حرب في لبنان ما عادت تغامر باجتياح جديد، لأنه في هذه المرة قد يقضي عليها كما يقول قادة المقاومة. هذا هو المشهد العام، وكأن كل المصائب لم تكفي حتى تأتي أصوات من الخارج. هذه المرة تحذير من الأمير السعودي تركي الفيصل ينذر بحرب أهلية بسبب أجندة حزب الله. ماذا نفعل؟ لربما عند ضيوفنا الليلة بعض الإجابات. الضيوف، استقبل أولا النائب عن تيار المستقبل الدكتور أحمد فتفت، وبعده النائب عن كتلة لبنان الحر الموحد أمير رحمي، ومعه الخبير الاقتصادي كمال حمدان. أهلا بكم جميعا إلى هذه الحلقة من لعبة الأمم. أهلا بكم جميعا أعزائي المشاهدين، أرحب بداية إذن بالدكتور أحمد فتفت. مساء الخير دكتور فتفت. مساء النور. في البداية طبعا الكلام كثير، يعني سنخرج منذ البداية من الزواريب الداخلية اللبنانية لنتحدث عما يحصل في الإقليم. الآن هناك تقارب جدي على ما يبدو أمريكي إيراني، هل هذا يقلقكم؟ هل تعتقدون أنه سينسحب سلبا على جزء من لبنان؟ لا أعتقد أنه يقلقني من منظار آخر. يقلقني أن الولايات المتحدة تهتم واضح بالدرجة الأولى بمصالح إسرائيل، وهكذا حصلت على المصالح الإسرائيلية من خلال القضاء على السلاح الاستراتيجي السوري وهو سلاح النفط. وأعتقد أن التقارب الإيراني سيذهب في نفس المجال، أي بالسيطرة، بجعل هناك ضمانة أن يكون البرنامج النووي الإيراني برنامج سلمي فقط، مما يعني أن كل ما يجري وكل هذه التحالفات تخدم إسرائيل فقط، كما يخدمها ما يحدث على الساحة السورية من استمرار رئيس الأسد الذي حافظ على حدود الجولان 40 سنة هادئة كرمة لعيون الإسرائيليين، والتقاتل الداخلي في سوريا يخدم إسرائيل من عدة جهات، من جهة تدمير الواقع السوري، ومن جهة تصادم كل القوى التي يفترض أن تكون في خانة العداء لمصلحة إسرائيل. فهذا ما يقلقني بكل صراحة، أن هذا التقارب يذهب ضد المصالح العربية، وأن ما يجري في المنطقة وأنه حركة
وكأنه حركة شعوبية فارسية جديدة تندمج في إطار التعاون مع أي طرف خارجي ضد المصالح العربية في فلسطين أو في أي منطقة عربية أخرى. هذا ما يقلقني فعلا. طيب في هذه الحالة دكتور فتفت، يعني لو كان كل ما يجري لمصلحة إسرائيل لما قامت قيامة إسرائيل منذ أشهر وتحاول الضغط بكل الوسائل لمنع هذا التقارب الأمريكي الإيراني. لا أبدا، أنها تحاول تجيره لمصلحتها، لا تحاول هي منعه، هي تحاول أن تضمن نتائجه أن تكون بالكامل لمصلحتها، كما كان بموضوع تجريد سوريا من السلاح الاستراتيجي أي السلاح الكيماوي. هذا ما تحاول إسرائيل فعله، وليس منع التقارب، هي تحاول تجير نتيجة هذا التقارب لمصلحتها بالكامل 100%. هذا يعني ما يجري فعلا على الساحة الداخلية. يعني برأيك إسرائيل الساحة الإقليمية، يعني برأيك إسرائيل ترحب بالتقارب الإيراني الأمريكي، هي مسرورة بهذا التقارب؟ أنا على يقين أن ما حصل حتى الآن أنتج مصالح إسرائيلية جيدة. وذكرت مثلا السلاح الكيماوي السوري الذي كان سلاح توازن استراتيجي مع إسرائيل، كيف تم التخلي عنه، وبالتالي إسرائيل ترى أن الولايات المتحدة تعمل لمصلحتها في هذا المجال، فلماذا تريدها أن تكون سلبية؟ هي تظهر بعض السلبية لتأمن أي نتائج ولو ثانوية في هذا التقارب، تريد أن تضمن النتائج 100%. هذه من ضمن اللعب الاستراتيجية الإسرائيلية التي تمارسها. ولم يكن يوما هناك إلا تقاطع مصالح، ورأيناه في الداخل السوري من ناحية الحفاظ على الرئيس الأسد، من ناحية استمرار القتال، وحتى في موضوع السلاح النووي. الخلاف الأساسي بين المصالح الإيرانية والمصالح الإسرائيلية هو هل البرنامج النووي الإيراني سيكون عسكريا أو سيبقى مدنيا. إذا بقي مدنيا فإسرائيل، وهناك ضمانات عالمية بهذا الشأن، ضمانات روسية وأمريكية وأوروبية، فعندها تكون إسرائيل قد حققت انتصارا كبيرا بدون إطلاق طلقة واحدة، كما حققت الولايات المتحدة وإسرائيل انتصارا كبيرا بالقضاء على السلاح الاستراتيجي السوري بدون إطلاق طلقة واحدة. هذه هي الحقيقة الواقع التي نرى أمامنا. طيب على كل حال، إيران نفسها تقول منذ بداية برنامجها النووي أنها لا تريد إنتاج لا قنبلة نووية ولا برنامج عسكري، هو برنامج بنهاية الأمر سلمي. يعني من الواضح أنه التقارب الذي حصل هو تقارب من الغرب باتجاهها وليس العكس، يعني هي التي بنهاية الأمر أقنعت الآخرين بالمجيء إليها وليس العكس. ليس بالضرورة، أنا أعتقد أن الضغوطات الاقتصادية الهائلة، والجميع يعلم أن الوضع الاقتصادي في إيران سيء جدا، وأن إيران تعرضت لحصار اقتصادي كبير، وأنها رأت ما حدث على الساحة السورية ففضلت أن تبدي نوايا إيجابية، ليس من ناحية ما هو مشروعها. أنا على يقين أن كل من يملك الطاقة النووية إذا سمحت له ظروفه أن يذهب إلى الطاقة العسكرية فلن يتأخر. طيب. وأنا لا أفهم كيف أن هناك موانع دينية بإنتاج سلاح نووي فيما إسرائيل لديها سلاح نووي، فبالتالي بالعكس الحجة الدينية يجب أن تكون التوازي مع العدو. فبالتالي عندما نقول سلاح نووي لا سلاح نووي ونووي فقط مدني، فهي رسالة إعلامية. الآن الغرب يريد وإسرائيل تريد أن تضمن أن يكون هذا الشيء حقيقي، وعندها لا يعد هناك مشكلة استراتيجية بالنسبة للواقع الإسرائيلي ما عدا سلاح حزب الله في لبنان. طيب، يعني واضح من خلال كلامك دكتور فتفت أنه إيران بهذا التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية في هناك شروط تم تلبيتها من قبل الطرفين، بالنهاية سيكون لصالح إيران. نعم. سيكون لصالح إيران هذا التقارب. أنا هنا أسأل، أود أن سيكون أسأل لصالح إسرائيل ولصالح إيران أيضا. شو يعني أنه إيران تقدم بدون أن تربح؟ ممكن لصالح إيران، لا أعرف، لكن لصالح إسرائيل بالتأكيد. لا، كيف لا تعرف؟ شو نعم. إيران ستسلم يعني لا أعرف إذا كان لصالح إيران أو لا في النهاية. سنرى النهاية كيف ستكون. ولكن حتى الآن ما حصل حتى الآن كان فقط لمصلحة إسرائيل ورأينا ما حصل في سوريا. فبالتالي الرابح الأساسي هو إسرائيل. هل النتيجة النهائية ستكون أيضا لمصلحة إيران؟ قد يكون، وهذا شيء طبيعي إذا إيران لديها أوراق لتلعب بها، وإذا لديها ورقة مهمة مثل حزب الله في لبنان، ولديها ورقة الرئيس الأسد، قد تساوم بشكل أو بآخر لتحصل على مكاسب بالإضافة إلى برنامج النووي السلمي. طيب ممتاز. إذا حصلت إيران على مكاسب، هنا السؤال المركزي الذي وددت أن أسألك إياه، لذلك نحن نتحدث عن الإقليم، عن المجتمع الدولي، ربما أهم بالنسبة للبنان. نعم. من أن نتحدث في الداخل اللبناني بتفاصيل بسيطة. الولايات المتحدة الأمريكية، نعم، كيف تنظر حضرتك اليوم إليها؟ هل لا تزال تدعم
الخيار اللبناني الذي كنتم تمثلونه مثلا منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أم أنها صارت في المقلب الآخر؟ أنا بالنهاية الولايات المتحدة لديها 3 أولويات استراتيجية. الأولوية الأولى هي مصلحة الولايات المتحدة، الأولوية الثانية هي مصلحة إسرائيل، الأولوية الثالثة هي الأوبورتونيتي أي الفرص التي ممكن أن تستفيد منها. وأنا لم أشعر يوما من الأيام، وأنا أذكر أنني في كثير من الأماكن في الإعلام ذكرت ما حصل مع ساترفيلد سنة 2005 بعد اغتيال الرئيس الحريري فقط ب13 يوم، عندما نصحنا وكنا مجتمعون بداية ما كان يسمى ائتلاف المعارضة وتحضيرا ل14 أدار، نصحنا ساترفيلد يومها في يوم 27 حزيران بأن نذهب، قال لنا حرفيا، وكان ذلك في اجتماع عند بيت السيدة نائلة معوض، قال اذهبوا أنتم لستم على الأجندة الأمريكية ولسنا مستعدون الآن للذهاب أبعد من ذلك، اذهبوا وتفاهموا مع السوري وتفاهموا مع حكومة عمر كرامي. في اليوم الثاني سقطت حكومة عمر كرامي يوم 28 شباط في المجلس النيابي، يوم 1 أدار بدأت التصاريح الأمريكية وعلى رأسها تصريح ساترفيلد يطالب بانسحاب الجيش السوري من لبنان. بالنهاية الولايات المتحدة تمارس السياسة الانتهازية، عندما تأتيها فرصة مؤاتية لمصالحها فإنها ستأخذها. وأنا لا أنظر إلى العلاقات الدولية ومع الدول الكبرى بمعنى أن هناك صداقات وأن هناك التزامات، لا، هناك مصالح ويجب أن نكون نتعامل معها على هذا الأساس. كان دائما هذا رأيي وما زال هذا رأيي، وهذا لا أعبر عنه اليوم، أعبر عنه منذ سنة 2005 لغاية اليوم. صحيح، على كل وعبرت حال عنه حتى في البيت الأبيض. عبرت عنه حتى في البيت الأبيض عندما زرت البيت الأبيض سنة 2006 وانتقدت يومها علنية وأمام الإعلام موقف الولايات المتحدة من التعاون مع حماس، رفضها للتعاون مع حماس، وقلت أنتم ستجرون المنطقة إلى التطرف أكثر بكثير إذا لم تأخذوا بعين الاعتبار ما تريده الشعوب في المنطقة. وهذا ما نراه اليوم. فبالتالي أنا لا أؤمن بهذه الصداقات، أؤمن بالمصالح، وعلينا نحن أن نكون جاهزين وأن أن تكون المصالح اللبنانية هي أولوية عندنا. هنا المشكلة، من ينظر إلى لبنان أولا ومن يعتبر أن المصالح الإيرانية هي أولا في لبنان، هنا المشكلة الكبرى. هذا طيب. الفرق وهو الإشكال الحقيقي بيننا وبين قوة 8 أدار. على كل حال دكتور فتفت، يعني فعلا مهم الكلام الذي تتفضل به، لأنه خصوصا حضرتك يعني جزء من فريق سياسي يقدم للدول في الخارج تحديدا للدول العربية وعلى المستوى الدولي أنه هذا فريق حليف للولايات المتحدة الأمريكية أو أمريكا تدعمه. بنهاية الأمر حضرتك اليوم تقول أنه أمريكا يهمها مصالحها ولم تقف يوما إلا إلى جانب مصالحها. طيب الأمر الآخر، كنت دائما أقول هذا الكلام حتى في الإعلام، حتى في الإعلام كنت دائما أقول هذا الكلام. طيب هنا السؤال الآن، هل أمريكا غيرت موقفها برأيك بالنسبة لسوريا بالنسبة لإيران وبالتالي ستغير بالنسبة للبنان؟ لا أعرف إذا كانت غيرت فعلا. بالنهاية نعرف أن المصالح الدول الكبرى مرتبطة بمصالح مناطقية مثل المصالح مع إيران، ولكن أيضا مرتبطة باللوبيات الداخلية وبالسياسة الداخلية، ولعب دور كبير الوضع الداخلي الاقتصادي للولايات المتحدة بقرارات أوباما. فبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة أيضا ليس من مصلحتها أن تستقوي إيران كثيرا في المنطقة، وليس من مصلحتها أن تستقوي روسيا كثيرا في المنطقة، فلا بد أنها في لحظة معينة ستجد ما يلائم في تخلق توازن معين يؤمن مصالحها، ولكن دون أن يطغى على ذلك سيطرة أو هيمنة أي طرف في هذه المنطقة الحساسة من الناحية الاستراتيجية، من الناحية الاقتصادية، ومن كل النواحي السياسية في العلاقات الدولية. طيب دكتور فتفت، أيضا في الحديث عن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية، نحن حين نتحدث عن دول كبيرة الآن في روسيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في دول إقليمية لها أدوار قريبة أو بعيدة، كبيرة أو صغيرة. مثلا الآن يلاحظ أنه في توتر جدي في العلاقة بين السعودية وبين الولايات المتحدة الأمريكية. طب الكل كان يأمل يوما ما أنه يعود الاتفاق بين السعودية وبين إيران للتفاهم، لتسوية الأوضاع بلبنان، لتسهيل عمل الحكومة، لقيام سلطة على الأقل يعني تساعد اللبنانيين في حياتهم اليومية. اليوم التنافر السعودي الأمريكي، هل سيكون له تأثير سلبي على الوضع في لبنان في الداخل؟ اولا يعني يجب ان نفصل بين العلاقات السعوديه الامريكيه وبين العلاقات السعوديه الايرانيه، ومعلوماتي تقول ان هناك علاقات ممكن ان تكون يسعى الجانبان لتكون جيده في العلاقات السعوديه الايرانيه، لان لهم مصالح مشتركه كثيره، والصدام بينهما سيؤدي الى خسائر كبيره للطرفين. بالنسبه للبنان،
في بالنهايه لبنان دوله صغيره. لا ولكن في ولكن اسمح لي دكتور فتفت، دكتور فتفت اسمح لي. نعم. عفوا على المقاطعه. لا نعم. مهم الكلام اللي عم تحكي. في عندك معلومات انه نعم. في الان علاقات جيده بين ايران والسعوديه؟ انا لا اقول علاقه جيده، اقول ان الطرفان ربما يسعيان لان يكون هناك مساعي لعلاقات مقبوله، وهذا شيء طبيعي بين كل الدول المتجاوره والمتقاربه التي تحاول ان تتفادى الصدام لمصلحه الاخرين. انما في الوضع اللبناني، المشكله في الوضع اللبناني هي مشكله مختلفه. لا ولكن بلد ولكن صغير. هذا ولكن هذا مهم. عفوا اسمح لي دكتور فتفت، يعني اسمح لي. نعم فقط اتوقف معك، اتوقف معك عند هذه النقطه لانها جوهريه، لانه حضرتك نعم. تقول انه التقارب الايراني الامريكي سيخدم اسرائيل. طب التقارب الايراني السعودي نعم. من سيخدم بالنهاية إذا إيران أنت تقول؟ سيخدم بالدرجة الأولى إيران والسعودية، سيخدم بالدرجة الأولى منطقة الخليج. إذا حصل فعلا تقارب ينطلق من احترام مصالح الأطراف قد يخدم المصالح، وعند ذلك ربما هذا لن يعجب إسرائيل. أنا مدرك تماما أنه إذا حصل تقارب فعلي عربي إيران لن يعجب هذا إسرائيل، بعكس ما يحصل الآن من تصعيد وكلام تصعيد أكان في الداخل أو في الخارج. ولكن أنت سألتني تأثيره على لبنان، لذلك اسمح لي أن أشرح فكرتي عن الموضوع اللبناني. لبنان بلد صغير، وهذا البلد الصغير موجود في منطقة حساسة جدا، في محيط مضطرب وملتهب، ولا يمكن أن يحفظ كينونته ومصالحه إلا بوحدة داخلية حقيقية، وليس بالانتماء إلى المصالح، وليس بالتهديد الذي استمعناه من قبل السيد حسن نصر الله منذ يومين، وبالتصعيد وبالاستكبار واستقواء بالسلاح، وصولا إلى أننا اعتبرنا، وأنا أعتبر بكل صراحة أن ما كان يعبر عنه السيد حسن نصر الله منذ يومين كان تعبير فعلا عن مصالح إيرانية وليس عن مصالح لبنانية. لذلك قلت أنها فعلا بداية للشعوبية فارسية تجتاح المنطقة بغض النظر عن المصالح الوطنية اللبنانية. إذا تمكننا من ضمان مصالح وطنية لبنانية كلبنانيين مجمعين، سنجني ثمار هذا التوافق. أما إذا وصلنا إلى صدام وإلى محاولة استئثار ومحاولة تطرف من جهة ومحاولة سيطرة من جهة، فأعتقد أن سنذهب أدراج الرياح وسندفع ثمنا غاليا جدا لكل ما يحدث في المنطقة. اسمح لي دكتور فتفت بسؤال شخصي. يعني حضرتك مثلا اليوم لو نعم. لو تناقضت السياسة السعودية مع سياسة لبنان، تقف ضد السعودية حضرتك لو تناقضت؟ نعم نعم بالتأكيد. أنا مع المصلحة، أنا مع لبنان أولا، وأعتقد أن هذا هو مشروعنا السياسي بغض النظر عن أي سياسة أخرى في المنطقة وأي بلد آخر. كائنا من كان هذا البلد، نحن نعتبر أن لبنان أولا هو البلد الأساسي الذي يجب أن ندافع عنه، وانطلاق من مصالح هذا البلد نبني علاقتنا مع الدول الأخرى. ونحن الآن لدينا مصالح كبيرة جدا مع دول الخليج وعلى المملكة العربية السعودية. الاقتصاد اللبناني قائم على هذه العلاقة، وهناك من يحاول ضربها، هناك من يحاول إساءة إلى هذه العلاقات العربية. والكلام الذي سمعناه من السيد حسن نصر الله هو فعلا ضرب لأسس الاقتصاد اللبناني وتحضير ربما لفتنة كبيرة في العلاقات العربية الخليجية. والإعلام لم ينتبه إلى موضوع مرره السيد حسن نصر الله عندما تحدث عن ملف موسى كوسا الرجل المخابرات الليبي السابق، وكيف أنه في دول صديقة، وسبق لبعض الإعلام اللبناني أن ربطه بالمخابرات السعودية، وجعل وكأنه يعمل ربط نزاع بين ملف الإمام موسى الصدر والخليج العربي، وهذا خطير جدا. طيب. إذا لم ننتبه إليه ولم نعالجه مباشرة، يعني هذا يعني أن هناك أمام ملف متفجر سيظهر قريبا لاستغلاله بتفجير العلاقة، ودون الأخذ بعين الاعتبار أن مصالح مئات آلاف من العائلات اللبنانية ومئات آلاف من اللبنانيين مرتبط بالمصالح وبالعلاقة الجيدة مع المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج. طيب على كل حال ليس لدينا أو معنا أي شخص من حزب الله في هذه الحلقة. لا أقول أنا أعلق على ما استمعت إليه. طيب. من السيد حسن نصر الله فقط. أوكي. لكي يرد أو يشرح هذه الفكرة، ولكن بالمقابل طبعا نحن إذا أخرجنا وثائق سنجد وثائق كثيرة مع هذا الطرف في لبنان وضد الطرف، حتى لو بدي طلع وثائق يعني تتعلق بك أو بطرفكم وكذا سنجد الكثير. يعني ما في مشكلة. لا ولكن هذا ليس لا ليس البحث. إذا عندك وثائق طلعها. لا في لا إذا عندك وثائق طلعها بتخصني، لأنه أنا ضنين جدا
بتاريخي وما عندي بفتخر فيه كله. لا لا دكتور فتفت، المقصود انه كل طرف عنده الكثير من المعلومات والوثائق وكذا، ويستطيع انه نستطيع ان نجادل حتى الصباح يعني. وحضرتك، انا لا اتحدث عن وثائق، انا اتحدث عن كلام قدمه سيد حسن نصر الله، وكلام لا يرتبط ابدا بالمصالح الوطنيه اللبنانيه، بل يندمج تحت عنوان المصالح الايرانيه في المنطقه. هذه هي المشكله الان. واذا لم نشأ ان نعترف بهذه الحقيقه فنحن ذاهبون الى مكان خطر جدا في العلاقات اللبنانيه وفي مستقبل لبنان باكمله. طيب اسمح لي فقط يعني بسؤالين، وسنتوقف عند بعض النقاط الاساسيه، وساترك لك حريه الكلام عن الموضوع مع العلاقه مع حزب الله وما الى ذلك. ولكن قبل ذلك، قبل الانتقال قبل الانتقال الى السيد حسن نصر الله، الان يعني الحليف المباشر الذي كان معكم الان عنده وجهه نظر اخرى، اللي هو وليد جنبلاط رئيس جبهه النضال الوطني. اولا يقول من راهن على سقوط الرئيس بشار الاسد كان مخطئا. الان في توصيفه وهو اول شخص راهن، ما بعرف الان في توصيفه للوضع في طرابلس، هو اول واحد راهن يعني. طيب الان في توصيفه للوضع عندكم في الشمال يقول السيد وليد جنبلاط ان طرابلس تقع اليوم ضحيه صراعات عبثيه لمحاور اقليميه تحصد يوميا العشرات من القتلى والجرحى. إن اشتباكات باب التباني جبل محسن لن تغير مسار التطورات الدامية في سوريا أو تغير المعادلات القائمة في ذاك الصراع الذي يتخذ أبعادا دولية وأقليمية كبرى. أنا أعرف أن حضرتك دكتور فتفت قلت أكثر من مرة أنك ضد كل السلاح، يستخدم السلاح هنا أو في سوريا وما إلى ذلك، ولكن أنا سؤالي هو التالي. الآن حين نتحدث عن تقارب أمريكي إيراني، حين نتحدث عن محاولات كما تتفضل لتقرب التقارب الإيراني السعودي، كيف يمكن أن نفسر تفكفك أو تفكك إذا صح التعبير تيار في لبنان كان موحدا في لحظة معينة في بداية الأزمة السورية، والآن نرى أنه في أصوات عديدة وتحديدا العلاقة مع وليد جنبلاط؟ يعني اولا وليد جنبلاط دائما ومشهور في الوضع السياسي اللبناني انه يمارس ما اسميه انا البورصه السياسيه اللبنانيه، اي انه في كل لحظه يقرا ما يحدث في هذه اللحظه ثم يبني مواقفه على الواقع الموجود حاليا، لانه يعتبر انه يمثل حزبا ويمثل مجموعه معينه تتعرض لاخطار كبيره في المنطقه يجب عليه حمايتها، ونحن أخذنا هذا في عين الاعتبار. لذلك قلنا دائما أننا نحن نفهم وليد جنبلاط ولكننا لا نتفهمه، لأنه في نفس الوقت الذي يقول هذا الكلام عن 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 الوضع في سوريا كان يقول قبل أسبوع أن رئيس الأسد هو جزار كبير وأن ماهر الأسد هو مصاب بسكيزوفرينيا ويجب معالجته نفسيا. فالمشكلة عند وليد جنبلاط هي بالثبات على الموقف السياسي، يعتبر أن المصلحة السياسية هي أهم من الثبات على الموقف السياسي، وإذا تغير الوضع سنرى وليد جنبلاط في مكان آخر، وإذا تغير قراءته سنراه في مكان آخر، وهذا لا يغير شيء من المعطى السياسي اللبناني. ولكن هذا لا يفرض علي أبدا أنا من أي موقع كنت، أكنت أمثل أكثرية أو كنت أمثل أقلية، أن أتنازل عن ما أعتبره حق ومحق بالنسبة لي كلبناني بغض النظر عن حجم تحالفاتي وعن الواقع السياسي. وإذا كان هناك طرف آخر يعتبر أن لديه وجهة نظر أخرى فنحن نقول أن المجال الديمقراطي مفتوح للصراع الديمقراطي الحر. الشيء الوحيد المسيء في كل هذه العلاقات، وهذا ما يؤثر على موقف وليد جنبلاط، أن وليد جنبلاط بكل صراحة يقع بشكل دائم تحت تهديد حزب الله وتحت تهديد سلاح حزب الله، وسبق أن قال كلاما واضحا أن هناك مسدس موجه إلى صدغه بمناسبات عديدة. وبالتالي أنا لا أستغرب هذا الموضوع. ما يجري في لبنان بكل صراحة، ما يجري في لبنان معادلة مبنية على سلاح حزب الله، السلاح غير الشرعي الموجود بيد ميليشيا حزب الله التي حولت المقاومة بوجه إسرائيل إلى ميليشيا للصراع في الداخل وامتنعت عن توجيه أي تهديد لإسرائيل منذ 6 سنوات. هذه هي الحقيقة. طيب دكتور فتفت، منذ 7 سنوات اسمح حتى الآن. اسمح لي يعني لن نتوقف طويلا، ولكن أنا أحاول أن أوصف المشهد الآن. حضرتك تقول أنه وليد جنبلاط تحت التهديد بالسلاح وما إلى ذلك، يعني حزب الله ما كان بعده بلبنان من سنتين حين كان وليد جنبلاط يرفع اللهجة جدا ضد النظام السوري وضد بشار الأسد وكما تتفضل ضد ماهر الأسد. ولكن ليس ضد حزب الله، كان حليف حزب الله في الحكومة. لا أنا أتحدث، كان حليف حزب الله في الحكومة. طيب دكتور فتفت بس اسمح لي كفي سؤال الآن. الآن في تغيير مناخ في المنطقة، ربما السيد وليد جنبلاط التقط هذا التغيير في المناخ العام
وقال يعني بدل ما نفوت بالحيط خلينا نغير وجهة السير لكي نتأقلم مع هذا الواقع الجديد لكي لا نخرب لبنان. طيب ويقول يعني البعض المقربين منه أو ماذا يعني أن نستسلم لميليشيا حزب الله؟ هذا هو المطلوب، هذا ما طرحه السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير. نحن لسنا بوارد الاستسلام، نحن نقول أن لدينا معركة ديمقراطية المحافظة على هذا البلد بتعدديته، بسياسته، بديمقراطيته، بحريته في التعبير، بحريته الاقتصادية، ولن نستسلم أمام أي ضغط سياسي. سنمارس المقاومة المدنية غير المسلحة تحت كل الظروف وأيا يكن الحلفاء، ولو كنا أقلية هذا لا يمنع، ولكن أنا على قناعة أن القسم كبير بل الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني تؤيد هذه وجهة النظر هذه، وإن كانت تتصرف أحيانا انتخابيا بشكل أو بآخر تحت الضغوطات السياسية أو العسكرية الموجودة. كيف تعرف؟ عملت استفتاء بعرف من خلال علاقاتي مع الناس. الآخر سيقول لك نفس الشيء. الآخر سيقول لك نفس الشيء. ماشي الحال. أنا مسؤول عن قناعاتي ولست مسؤول عما يقوله الآخر. طيب. أنا هذه قناعاتي وأمارسها لأني على اتصال مع كثير من اللبنانيين من كل الأطراف السياسية. في الحديث عن الميليشيات وعن السلاح دكتور فتفت، وحضرتك معني بمنطقة الآن ملتهبة للأسف الشديد، ونتمنى من كل قلبنا أنه غدا صباحا يتوقف أي اقتتال في لبنان وخارج لبنان. طيب الآن البروفيسور فيجاي بارشاد، وهو الذي يحتل مقعد إدوارد سعيد في الجامعة الأمريكية في بيروت، يقول أن الوقت حان. شوف الكلام خطير، الوقت حان بالنسبة لجبهة داعش لشن هجوم واسع في لبنان، والدليل على ذلك الاشتباكات العنيفة المندلعة حاليا في الشمال اللبناني. صحيفة السفير تقول بعض قيادات تنظيم ما يسمى دولة العراق والشام الإسلامية التابع للقاعدة التي هربت من سجن أبو غريب في العراق وصلت إلى مدينة بيروت، لسيما أبو عزة الفقهي، وذلك بهدف دراسة احتمالات توسيع المعارك الجارية في سوريا نحو لبنان. مجلة فرونت بيج ماجازين الأمريكية تقول إن المقاتلين التابعين لتنظيم القاعدة في سوريا أصبحوا يتدفقون على لبنان بنحو جعل الصراع المحتدم في سوريا لا يقتصر داخلها فقط بل يمتد بالتبعية إلى لبنان. وتقول إن مجموعة درغام اللبنانية، ما بعرف شو هي المجموعة، تعمل بشكل وثيق مع جبهة النصر، وأول مرة بسمع عنها، وهو ما تجلى في محاولتها لعب دور بارز في تأسيس فرع للجبهة في لبنان. صحيفة الأخبار أمس وضعت صفحة كاملة، ووضعت السيد أشرف ريفي أو لواء أشرف ريفي على صفحتها، وتقول أنه يشكل ميليشيا. طيب في أيضا دراسات، لم يعد الوقت يتسع في الواقع لأنه حضرتك فقط أردت أن تبقى معنا في الجزء الأول، في دراسات كثيرة الآن تقول يعني ولا مجال لشرحها أنه فعلا، ولكن في دراسات كاذبة يعني. طيب. في دراسات كاذبة وبتحديدا مقالات جريدة الأخبار عن لواء أشرف ريفي، وهو صديق شخصي وهو ملتزم مثلي بكثير مما أقوله، لا أساس له من الصحة، وهذا افتراء، ولكن تعودنا على صحيفة الأخبار وانتمائها السياسي، هي صحيفة صفراء يعني للأسف. طيب. ونحن غير معنيين مما تقوله، لذلك أنا أتفادى أي اتصال حتى مع صحيفة الأخبار وأتفادى الرد عليها. طيب. لا يستاهل هذا الموضوع. يعني على كل حال توصيف صحيفة صفراء هذا نتركه للأخبار لترد، ولكن للأسف الشديد دكتور فتفت، للأسف الشديد انتهى الوقت المخصص لك. إذا أردت أن تبقى معنا في الساعة المقبلة أهلا وسهلا فيك يعني، بس حضرتك لا تريد كلام واحد، بس أريد أن أقول جملة واحدة، نحن كسنة لبنانيون أكثر من سيتعرض للخطر إذا كان هناك داعش أو ما يشابه داعش في لبنان، نحن سنكون الضحايا الأول في هذا الموضوع كمعتدلين سنة، ولكن للأسف الفريق الآخر بدل أن يتعامل معنا ويعطي مكانة لهذا الاعتدال السني يحاول جهده للقضاء على هذا الاعتدال ليجابه التطرف. هذه هي مسؤولية حزب الله ومسؤولية حسن نصر الله ومسؤولية بني آدم. شكرا لك. من الفريق الآخر سنستقبل بعد قليل ضيفنا في الواقع الذي سيكون معنا في الجزء الثاني النائب إمير رحمي. نتوقف قليلا مع موجز الأخبار ونعود.
مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين لمواصلة برنامج لعبة الأمم من قناة الميادين. كان معنا في الجزء الأول للحديث طبعا نتحدث في هذه الحلقة عن وضع لبنان، عن تأثير ما يحصل في المنطقة في الإقليم على المستوى الدولي من تغييرات على مستقبل هذا البلد. سنتحدث في السياسة ولكن أيضا في الاقتصاد. كان معنا في الجزء الأول النائب عن تيار المستقبل الدكتور أحمد فتفت، والآن نكمل هذا الحوار مع النائب عن كتلة لبنان الحر الموحد السيد أمير رحمي. أهلا وسهلا بك. الله معك. ومعنا الخبير الاقتصادي وأيضا خبير سياسي مهم السيد كمال حمدان. أهلا بكما. هل استمعتما إلى ما قاله الدكتور فتفت في البداية أستاذ رحمي؟ نعم. تعليق بشكل سريع، أنا لا أريد أن أدخل في جدل لأنه ليس معنا كي يجيب، ولكن تعليق بشكل سريع. لا، لماذا؟ بما أنه مش معنا حتى التعليق بصور له حق رد، وبما أنه غايب ولا ومش لح يرد ما لازم أنا أفتح تمي بهالموضوع. خلينا نفوت بالسياسة ده. يعني أنا برأيي نظرية أنه التقارب الإيراني الأمريكي بيصب بمصلحة إسرائيل أو العكس، يعني هذا في تسرع كتير بتسييس موضوع هو بينم عن نظرة أعمق بكتير إلى حقيقة المصالح، المصالح السياسية، المصالح الاقتصادية، المصالح الجغرافية. يعني كل العلاقات بين دول بالعالم قايمة على توازن في المصالح. نحن كعرب قلنا من 67 بأحضان السياسة الأمريكية، وما طلع لنا بالنسبة لقضايانا الأساسية أي ما انتزعنا مواقف قوية. بعتقد حجة ضعيفة الآن الإيحاء بأنه في صدمة من التغير أو التغير المحتمل بالموقف الأمريكي. يعني بعتقد لازم نرجع إلى لغة المصالح، وين مصالح العرب، شو قضاياهم الأساسية، شو الأسلحة اللي بين إيديهم فيهم يستخدموها، هل استخدمناها بالماضي لتسميرها سياسيا بتوازن بالعلاقات الاقتصادية الدولية وبالعلاقات السياسية وبالنسبة لقضايانا القومية. هذه أسئلة بعتقد بسرعة كتير طبقتنا السياسية بتنط فوقها ودغري بتفوت إلى التسييس السياسوي. هذا انطباعي. طيب، في أستاذ إميل في الحديث عن ما قاله السيد حسن نصر الله قبل يومين، طبعا الدكتور فتفت تحدث عن الموضوع ولكن سأسألك بالاتجاه الآخر. في واضح أنه عند السيد حسن نصر الله وقبله عند الرئيس بشار الأسد وكأنه الرجلين إضافة إلى الرئيس روحاني وماذا قال للأخضر الإبراهيمي، وكأنه هذا المحور بدأ يتصرف أنه هو بدأ ينتصر في هذه المعركة وأنه ذلك سينسحب على الوضع الداخلي في لبنان. كيف يمكن أن نتصور إذا كان هذا صحيحا أولا، هل توافق؟ وكيف يمكن أن ينسحب على الوضع الداخلي في لبنان؟ يعني الانتصار ما بيبين من تصرف المنتصر، بيبين من تصرف اللي كان بده يهزم هذا المنتصر أكثر. هنالك انعطاف رائع يعني ملحوظ في السياسة الأمريكية اللي كانت بدها تسقط النظام بسوريا وراحت لمطرح تاني. هنالك انعطاف ملحوظ أوروبيا في بل هنالك ندم في موضوع الجناح العسكري لحزب الله وفي إقدام لدرجة الأفراط في الحوار مع حزب الله في لبنان. هنالك بداية غزل مشهود أمريكي إيراني وأوروبي إيراني، مما يعني إذا كان الرئيس روحاني والرئيس الأسد والسيد حسن نصر الله عم بيبين أنه حركتهم تبين أنها منتصرة، لا هي حركتهم متواضعة جامدة موزونة، ولكن اللي كان بده يسقطهم عطاهم هذه الصورة. وهني أنا مثلا رئيس الأسد وقت الضربة سامي وقت اللي عشنا نحن أنه في ضربة على سوريا، أنا أكثر شيء لفتني سأبت في وفد حزبي يمني بذات الوقت كان عم بيزور الرئيس الأسد. أنا قلت بدي راقب الرئيس الأسد لأنه هيدي قمة الأزمة عنده، مفروض يكون مربك، مفروض يكون مش عارف بكرة شو فيه، مفروض يعني قد ما يكون. لقيته مثل وقت طلع مع الأستاذ غسان، وقت طلع مع الأستاذ غسان مبين أنه في بداية انتصار واضح ومثل كأنه الموضوع صار وراه
وقت طلع مع غسان بن جبه. اما وقت في زمن ضرب سوريا وكلنا، انا مثلا نايب اتعاطى شويه سياسه، بسال يمين بسال شمال، كنا عايشين انه في ضربه. طيب كيف سينسحب ذلك على وضع لبنان اذا كنا بدات تشعر انه عند الطرف الاخر في مؤشرات اذا بدك ضعف او هزيمه؟ كيف بده ينسحب؟ يعني بنهايه الامر لا يستطيع طرف ان يلغي الطرف الاخر. لا لا بدك ترجع عليه هنا التسويات. هنا اول شيء يجب ان يعلم الجميع وانا برايي الزعماء الجبنه سيرتهم يعلمون جيدا انه هزيمه الاخر ليس سحقه وليس الغائه، ما في ما حدا قادر يلغي حدا. هزيمه الاخر هي ان يسقط مشروع الاخر، ان مشروع الاخر قد سقط. كيف بدها تتفسر؟ بحوار وبتسويات سياسيه. وبمجرد انه دخلنا في سوريا الى تسويه سياسيه، بدايه حوار امريكي ايراني حول اليورانيوم وغيره، بدايه كلام اوروبي وعربي مع حزب الله، هذا بداية حكي. ولا مرة السيد حسن قال اتصالات تحت الطاولة مع دمشق أساسا في كتير هالأيام، اتصالات كتير نعم مع دمشق. طيب. ولا مرة السيد حسن انبرى وقال أنه أنا ما بدي حكي حدا، دايما هو صاحب اليد الممدودة. أنا بتفاجأ بالفريق اللبناني الآخر بقدر ما يظهر أن يده ممدودة، بقدر ما يقولوا انه عم يتكبر علينا وعم ينفرد وعم يتسلط بشكل مكابره لا تلتئم مع السياسه بشكل غير طيب. طبيعي. على كل حال السيد قال انه السيد حسن نصر الله انه زمن الاخرين ولا والان الفرصه ربما افضل للتسويه من بعد حين، ربما سنتحدث عن هذا بعد قليل. معي حسب ما فهمت على الهاتف السيد عبد اللطيف صالح المسؤول الاعلامي في الحزب العربي الديمقراطي من جبل محسن. مساء الخير استاذ عبد اللطيف. مساء النور استاذ سامي، مساء الخير لضيوفك الكرام. اهلا وسهلا فيك. اولا ورد خبر المساء ولكن فهمت انه نفيتوه حضرتكم، انه استدعاء النائب الاسبق علي عيد للتحقيق في فرع المعلومات على خلفيه تفجيري طرابلس، صحيح تم الاستدعاء ولا؟ معنا في مثل ما حضرتكم سمعتوا فيه، هذا الشيء بعد ما تبلغناه رسميا. ولكن نحن بانتظار ان نتبلغه رسميا، والقرار بيرجع في اجتماعات للحزب العربي الديمقراطي للمجلس. وبيصدر عنهم قرار رسمي بهذا الموضوع. ولكن بحب اقول لك شغله، تخطوا الخطوط الحمراء جدا جدا جدا. في خط احمر اسمه رمز للطائفه العلويه في لبنان اجمع وهو الاستاذ علي يوسف عيد، وهن خطوا هذا الموضوع. ولكن في مشاورات بهذا الموضوع والقرار بيرجع للاستاذ علي يوسف عيد، هو بيقرر شو حيعمل بهذا الموضوع. في اجتماعات مفتوحه للحزب العربي الديمقراطي وللمجلس السلام العلوي، هو بيقرر على اساسها بس نتبلغ الموضوع. طيب الشيخ سلم الرافعي رئيس هيئة العلماء المسلمين قبل أيام يقول إذا استمر الاعتداء على طرابلس وقتل المدنيين على يد الحزب العربي الديمقراطي حزبكم يعني، فإن الأمر قد يفتح الطريق أمام مجيء داعش وجبهة النصرة وللمجاهدين من كل العالم للدفاع عن أهل طرابلس. بنهاية الأمر يعني إذا دخلوا يمكن القضاء عليكم في جبل محسن. هذا التصريح بنحطه نحن برسم القضاء اللبناني وبنعتبره تبليغ أو البدو يعتبروا القضاء. ونتمنى استدعاءه للشيخ سالم وأخذ إفادته بهذا الموضوع، لأنه عم يستدعي أطراف تكفيرية. وشفنا اللي عم يحصل خارج البلاد بدولة شقيقة بسوريا شو عم يصير. الشيخ سالم عم يطالب بتكفيريين يجوا ليفوتوا، وأهلا وسهلا فيهم. يعني بالنهاية أشخاص مثلنا مثلهم وما في إشكال، نحن بدنا ندافع عن نفسنا بالنهاية. وبعتقد في جيش لبناني موجود، نحن نترك الامر للجيش اللبناني ولقيادة الجيش اللبناني الحكيمة، وكلنا ثقة وكلنا حكمة وكلنا ثقة بحكمة قائد الجيش العماد جان أهواجي، اللي نحن منطالبه عبر منبركم الكريم. اليوم تعرضوا لأربع أشخاص من الطائفة الإسلامية العلوية وتم الاعتداء عليهم بإطلاق النار عليهم في ساحة الفل، كانوا عايدين من شغلهم من بيروت. يعني بيقولوا مشكلتهم مع الحزب العربي الديمقراطي مش مشكلتهم مع الطائفة الإسلامية العلوية. طيب هل هؤلاء راجعين من شغلهم تم الاعتداء عليهم باطلاق الرصاص عليهم؟ يعني معلش اوكي استاذ عبد اللطيف، يعني معلش اسمح لي بدون التوصيفات المذهبيه يكفينا. يعني انا عارف عارف انه الوضع حساس، اسمح لي عارف الوضع حساس. نعم. ولكن اسمح لي بسؤال اخير. تفضل. الان القتال ممكن يتجدد بين لحظه واخرى، طيب ما الذي يمنع حصول اتفاق وانهاء هذا القتال بشكل نهائي ودخول الدوله عندكم وتسليم السلاح؟ استاذ يعني الكثير يطالبونكم بتسليم إيه؟
بيمنع عودة الاشتباكات وعودة الاقتتال هو دخول الجيش اللبناني إلى عمق باب التباني. نحن بدنا نسأل سؤال واحد، لماذا مين عم يمنع وعم يعيق دخول الجيش اللبناني إلى أرض لبنانية؟ هل الجيش اللبناني ما بيحق له يفوت على أرض لبنانية؟ طيب. يعني ما عم نشوف إنه مع يعني شفنا الأطلاق النار على الجيش اللبناني، شفنا بعد ما يسمى بقائد المحاور أو أمير المحاور. يعني إذا إذا دخل الجيش عم يمنع الجيش يفوت على منطقة. طيب إذا 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 دخل الجيش إلى باب التباني، أنتم مستعدين تسلموا سلاحكم في جبل محسن؟ بس تكون الدولة تقدر تحمينا وكل شيء ومعنا أشكال، تكون الدولة قوية، نحن عم ندافع عن نفسنا بالنهاية. لو شايفين في شيء، في حدا بيقدر يحمينا، نحن ما في داعي ندافع عن نفسنا، نحن بنترك الأمور للدولة تحمينا. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ عبد اللطيف صالح. في الكلام ضيفي الكريمين، في الكلام عن ماذا يحصل داخل لبنان، في تقرير لمعهد ستراتفورد وخطير في الواقع، صدر بنهاية العام الماضي وبداية هذا العام، يقول التالي، سنرى ذلك على الشاشة: إن الرياض وواشنطن تحاولان عبر شمال لبنان ضخ المال والسلاح لدعم المعارضين السوريين. إن طرابلس وعكار تشكلان قاعدتين خلفيتين لتنظيم القاعدة على ما أعتقد، وانطلاق المسلحين إلى الداخل السوري. المرحلة المقبلة ستشهد صراعا سوريا من جهة وأمريكيا سعوديا من جهة أخرى على الشمال اللبناني. السعودية تدعم الجماعات السلفية في الشمال عبر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري. السعودية قدمت أموالا كثيرة لتيار المستقبل كي يكون قادرا عسكريا على التصدي لحزب الله. هذا تقرير لمعهد ستراتفورد، والغريب أنه في صحيفة لو فيغارو الفرنسية الصادرة أمس أيضا، في كلام يتحدث عن إنشاء غرفة عمليات في عمان تسمى غرفة عمان. ويقول الصحفي الفرنسي جورج مال برونو أن هذه الغرفة يقودها الأمير السعودي سلمان بن سلطان، أخ الشقيق للأمير بندر، قائد رئيس الاستخبارات في المملكة، وفي غيابه يقودها أمريكي، ويمكن أن نجد إلى جانبهم أو جانبهما الأردنيين وممثل عن الدول المانحة مثلا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وقطر والإمارات العربية وتركيا، ويمكن أن نجد أيضا أحد مبعوثي الرئيس سعد الحريري. طب هذه معلومات غربية، ستراتفورد وصحيفة لو فيغارو. طب هل دخل الصراع فعلا الإقليمي يعني السعودي السوري إلى مرحلة أنه التضحية بلبنان بنهاية الأمر؟ يعني أولا إذا هيدي أول شيء مراكز جدية وجريدة مميزة، يعني أنت هلأ أعطيتني مصدرين، مصدرين ما فينا نناقشهم كتير بمعلوماتهم، معلوماتهم عادة 90% بتكون مزبوطة. هيدي مشكلة، أنا هلأ عم بسمع شيء جديد. أنا عادة كل المصادر ما بخدها بالحسبان، كتير بعيد أمنيا، عقلي بعيد أمنيا وبكون مغلط، بس تقرالي فيغارو تقلي ستراتفورد بتخليني في حتى ألتزم. حتى في كلام للنيويورك تايمز يقول أول من أمس إن النائب عقاب صقر كان أحد الوسطاء الذين تولوا عملية تسليح المعارضة السورية لحساب السعودية، وإن صقر غادر إلى أوروبا بسبب تهديدات بالقتل بعد انكشاف دوره. وتنقل عن معارضين سوريين قولهم إن صقر لا يزال متورطا في هذا الملف، وتقول إن اللواء وسام الحسن رحمه الله رئيس فرع المعلومات الذي اغتيل في بيروت العام الماضي ساعد أيضا في تنسيق الدعم العسكري للمتمردين بحسب مسؤول رسمي لبناني ومستشار سعودي تحدثا بشرط عدم كشف هويتهما. أنا الذي يقلقني أكثر من هذه المعلومات أنه هذه صحف غربية تتحدث عنها، وكأنه في رغبة عند هذه الدول الغربية بتغيير مناخ الأمور وتحميل الطرف الآخر الآن كل المسؤولية، وكأنه في محاولة فعلا للقول أنه السعودية انتهى دورها ولا بد من كشف كل هذه المعلومات. هل يمكن أن نفكر هكذا أستاذ كمال؟ هلا أنا بالواقع لا أتعاطى كثير من الجدية مع أخبار من هالنوع، يعني بعتقد هيدا مناخ وبدك تشوف لعبة المرامي البعيدة المدى اللي عم يتعاطى مع هيك معلومات. أنا بقدر أنه في تحول ما متفاوت من كتلة غربية لأخرى عم يصير من فترة تجاه ما يسمى بالربيع العربي، خصوصا أحداث سوريا، يعني مثل ربوا وحش ووصلوا لقناعة أنه بصعوبة السيطرة عليه، وطبعا بالتزامن مع يعني مشاكل كبيره عم تعاني منها الاقليات، لا سيما الاقليه المسيحيه، مع ما يثير ذلك من حساسيه بالغرب.
بعتقد هذه كلها إرهاصات لبداية تغيير ما بمواقف الدول الغربية من مجريات الأحداث بسوريا بدءا من جنيف 2 وبالمراحل التي ستلي بيري 2. بعدين هذه يعني أخبار سمعناها من سنين. بس شوف دكتور كمال، يعني ممكن تفهم أنه الرئيس الأسد ينتقد السعودية أو قطر، ممكن تفهم أنه السيد حسن نصر الله يخصص جزءا من كلامه في الخطاب الأخير ضد السعودية، ولكن مثلا أن تسمع اليوم المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي أيضا ينتقد دور السعودية ويقول أنها تعرقل، يعني وكأنه إضافة طبعا إلى الكتابات التي نقرأها في كل الصحف الغربية الآن والتي غابت على مدى أكثر من عامين، وكأنه في الآن إعادة تحديد دور السعودية تحديدا بعد أن سحبت قطر. وهنا السؤال أنه كيف سينسحب ذلك إذا كان صحيحا على الوضع داخل لبنان في المرحلة المقبلة؟ أنا بتوقع العملية رح تكون مش قصيرة الأجل، يعني هلأ عم نسمع أكثر فأكثر وعم نقرأ بالصحافي أنه أمريكا من فترة عم تعزز استقلالها النسبي بالنسبة لاستيرادات مستوردات نفط لا سيما من الشرق الأوسط. بدائل الطاقة اللي طورتها متراجع كتير استيراد أمريكا من النفط خصوصا من الشرق الأوسط، تراجع تقريبا 12%. يعني الحاجة استراتيجية للنفط السعودي بميزان بالتوازن العلاقات الدولية يمكن عم يتراجع شوي لأنه عم تطلع مناطق إنتاج تاني. صحيح. في دراسات حتى تقول أنه بـ2020 رح تكتفي. ستكتفي. 2030 بتصير مصدر ومحرك للنفط العالم. هذا مرتبط بتطور أسعار البدائل. يعني هلأ بتقلي إذا النفط وصل سعره للـ200 دولار، إذا في هلأ احتياطي بالعالم ما أعطي مثل 100 اوتوماتيكمون بيصير الاحتياطي 200 على سعر $200 البرميل. ولكن بالمبدا في محاولات للتخلي عن هذا المصدر لم النفطي. يعد بذات الاهميه الحاسمه كما بالماضي بالنسبه للتزود باحتياجات الولايات المتحده. بس انتبه، النفط كان والان هو وسوف يبقى خصوصا مع المرحله الراهنه اللي عم تعيشها العولمي اداه اساسيه تسعى كل كتله بالعالم، عم احكي عن امريكا، اوروبا، اليابان، البريكس، غيره، الصين، روسيا. ما عادت بس قصه ضمان سلامه الامدادات او ضمان حصولنا على احتياجاتنا عبر الاستيراد. المساله اللي عم تصير اكثر فاكثر اهميه هي من بمعزل عن اذا اخذ هالنفط لحاجاته الخاصه، بمعزل عن ذلك، السؤال الاهم هو من يتحكم بعمليه انتاج ونقل وتسويق النفط. في ترويج معلومات انه امريكا بـ2030 بتصير تتحكم، بس هو ايضا في كلام يعني لا هذا يعني الممرات. الانابيب مين هل يعني الوسيط الامريكي في بيع النفط العربي الى اوروبا او الى البريكس او الى الصين، كونهم سباقين كانوا من 100 سنه بتكنولوجيا انتاج وتخزين واستكشاف وجيولوجيا، بهمهم إذا ما عم بدهم هالنفط لاحتياجاتهم الخاصة يكون لهم اليد الطولة في استثماره كوسيط بين الدول المنتجة وبين الدول المستهلكة. هلا الصين طيب. صارت أكبر مستورد بالعالم النفط. صحيح. بس شوف دكتور كمان، حتى يعني في حرب الخليج ضد صدام حسين الرئيس الراحل قيل انه احد الاسباب كانت الصين، انه ارتفع شو اسمه استيرادها من 5 ملايين الى 12 مليون برميل او من 7 ملايين الى 12 برميل. ولكن نحن خصصنا الحلقه الماضيه عن السعوديه والنفط وتراجع الاسعار وما الى ذلك، وممكن ان تتخلى امريكا عن المنطقه. بعد قليل ساسالك عن النفط في لبنان، هل هو نعمه ام سيتحول الى نقمه بعد فتره؟ ولكن في الحديث عن دور السعوديه، يعني معروف انه في لبنان استاذ امين في السنوات القليلة الماضية كان في كلام واخترعت فكرة سين سين، يعني التقارب السوري السعودي، وأنتجت استقرارا إلى درجة ما في لبنان. الآن في سكاكين بدل السين سين بين هذه الدول، وفي كلام كثير، يعني كما قلنا عن الدور السعودي، الآن الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السابق يقول لبنان مقبل على حرب أهلية بسبب حزب الله، وكأنه فعلا في رغبة مهما حصل أنه يجب الاستمرار بالحرب ضد حزب الله في لبنان. أولا، هل تستطيع السعودية أن تستمر في هذه المشكلة حتى الآن؟ ثانيا، هل لحزب الله قدرة على مواجهة ذلك إذا دخلت أطراف كما يقال تكفيرية وغيرها؟
وثلاثة أنه ما هو مدى الأمل بتقارب إيراني سعودي الآن لتخفيف الاحتقان في لبنان؟ يعني خلينا نحكي عن الدور السعودي في لبنان الآن، أين هو بالضبط؟ يعني إذا عادة السعودية ما بحياتها بأزمنة معينة حتى منذ عبد الناصر كانت هالقد متدخلة في الأمور الميدانية. هالمرة هاي إذا بتقرأ، إذا حضرتك ملم جدا ما بتسأل سؤال إذا ما أنه مسند إلى وقائع، ولا ما كنت سألت. هذا ملفت، يعني أنا كمان لافتني كتير مثلا تصاريح الدبلوماسية السعودية، يعني الوزير السعودي وزير دبلوماسي كان، لم يكن دبلوماسيا أبدا في صراعه مع حزب الله. فإذا في مشكل مباشر مع حزب الله. حزب الله هو حزب لبناني، هو مقاومة أثبت أنه جدي بشكل منقطع النظير، إيمانه عالي جدا، ومن المستغرب أنه يكون في حركة عربية ضد هذا الحزب. يعني أنا وقت كنت ضد الحركة العربية، يعني مثل كأنه ما بتقولها بالفم الملآن، أنه لو بعده عبد الناصر هلا كان فيش مشكلة، أنه السيد حسن عم يعمل عبد الناصر الجديد وأكتر، في مشكلة مني عارف ليش. هذا بالنسبة لك، بالنسبة للآخرين وكان معنا مثلا الدكتور فتفت وفريق الدكتور فتفت، نعم، بيعتبر بالعكس أنه السيد حسن نصر الله وحزب الله مشكلة في سوريا، عظيم مثلاً. مشكلة عنده مشكلة أنا، وأنه هو الذي يشكل جسرا للتمدد الإيراني أو الفارسي كما يقول أستاذ فتفت إلى المنطقة مثلا. شو يعني الفارسي؟ أنا بدي كل التمددات. شو يعني إذا صار في تمدد فيه؟ أنه إذا صار في علاقات جيدة لبنانية أمريكية، في فريق كبير لبناني بيقولوا لازم أمريكا بنستفيد منها، علاقات جيدة أوروبية لبنانية لازم، علاقات جيدة خليجية لبنانية لازم وميت لازم، علاقات جيدة فارسية يعني إيرانية لبنانية، فيني أعرف ليش مش لازم؟ ما شيء مش طبيعي يعني، هذا التابو، ليش بدنا نضل نخوف فيه؟ وين برهن هل هذا الفارسي أنه بعبع؟ بالعكس أكيد نحافظ على سيادتنا، نحافظ على استقلالنا، نحافظ على حضورنا ونعمل علاقات تزازيميت وين ما كان وكيف ما كان، وعلاقات لمصلحة لبنان عقد ما فينا. هلأ هن عم يطرحوا هذا الموضوع أنه إنه إنه إيران جاي تغير اللعبة بالشرق العربي. أنا برأيي إيران منذ الثورة وحزب الله في لبنان والنظام في سوريا هني كملوا مشروع الممانعة اللي بلش من أول ما بلش الصراع العربي الإسرائيلي. يعني أنا ما عم بقدر أفهم لماذا هذا التحول في العالم العربي، من العالم من الوطن العربي الذي كان يدعو إليه عبد الناصر إلى تقول إلى التجمعات التجمعات الدينية. طيب تقول ممانعة، وطبعا أنا حسب ما بعرف أنه بعض أركان ممانعة لا يحبون هذه الكلمة، يفضلون كلمة مقاومة. تقول ممانعة وثمت من سيقول لك وكما قال الدكتور فتفت قبل قليل أنه طيب هذه جبهة الجولان 40 سنة ولم تفتح، إيه وليش عم بيحاربوا للرئيس بشار؟ وليش مزعوجين منه للرئيس بشار الأسد؟ وليش كل همهم يقطشوا له من وقت كولين باول لهلا؟ ليش كل همهم انه ما يدعم حماس ولا يضل على علاقه مع ايران ولا يضل على علاقه مع المقاومه بلبنان؟ بتسالني ولا بسالك؟ لا عم جاوب. طيب بس عم جاوب بسؤال، ليه؟ لانه وليش بلبنان نجحنا بالمقاومه السريه ولم ننجح ما قدرنا اصلا، ولم يكن لبنان مهيئا وللاسف الكبير لن يكون مهيئا للحرب الكلاسيكيه اللي بيقدر يعملها الجيش المصري مثلا او الجيش السوري، وحتى ما قدر لانه الانتصار العربي الاول هو 2006 والتحرير 2000، فيش انتصار عربي قبل هذين الانتصارين اللي حققته المقاومه. في صمود عربي، في ممانعه عربيه، بس ما في انتصار. بالنسبه لك انتصار، بالنسبه لفريق الدكتور فتفت دمر لبنان. ايه هو كمان مختلفين على فكره المقاومه. طيب انا ما بعرف، تفضل دكتور حمد. انا بعتقد انه هيدي ناتجه، إذا بدك تسميها سوء فهم أو لعبة مرايا أو سكيزوفرينيا عند كل الأطراف، أنه في أزمة بتحديد ما هي العروبة. انضربت الفكرة القومية مع سقوط عبد الناصر، هزيمة عبد الناصر، وتشلع العالم العربي، وما عادت المسافة الفاصلة بين التيارات الإسلامية والتيارات القومية واضحة، والآن
نستسهل تراشق التهمي انه انت ممان انت ايراني او فارسي وانا عربي من دون ما يكون في تفاهم بيناتنا. السنة أسوأ، شو هي انت شيعي وانت سني ما هو واصل لهون انا بتقديري بس تموت الفكره اللي كان جامعتنا فكره القوميه بدها اعاده تحديد، بدها تحديد معايير اكثر قربا من فكره الحداثه، من فكره الديمقراطيه، من فكره احترام الراي الاخر، من فكره توزيع اكثر عداله للثروه، من فكره تداول السلطه، من فكره يعني المعيوش الثقافي الوجداني العربي. كله هيدا بعد هلا ما يعني ما في جهد كبير لتنجو. كان في امل كبير بالشيء اللي صار بمصر ب 30/6/2013. طيب اسمح لي يعني انا اسف انه نرجع للواقع، يعني انا عارف انه في جزء من التنظير ضروري لكي نفهم يعني شو يعني مبدا العروبه ومبدا المقاومه وشو يعني الممانعه وضد ومع، يعني كيف ممكن ان ينتقل انسان يكون مع المقاومه والان ضد المقاومه، يعني هذا طبعا جدل مهم جدا، ولكن في واقع الان اخطر. الآن عندك أمير تركي الفيصل يقول لبنان مقبل على حرب أهلية. ماذا سيمنع الحرب الأهلية المقبلة في لبنان إذا كانت في قوات من داعش والنصرة وقوات سلفية وتكفيرية ومش عارف شو مقابل قوات الحزب الله، وكل واحد يبسمل ويحمدل ويقول الحق معه؟ يعني جماعة الشمال يقولون نحن نقاتل في سوريا نصرة لجزء من الشعب السوري، وحزب الله يقول نحن نقاتل نصرة لخيار مقاوم يمتد من إيران إلى سوريا إلى لبنان ربما وصولا إلى روسيا. يعني الواحد يضل يراهن على ميزان قوى لا يسهل انتقال هذا الاحتمال على أرض الواقع. ميزان قوى داخلي إقليمي يعني، وما فينا ننظر الى هالاحتمال يعني بشكل اوضح. طالما حزب الله اقوى يعني لندخل بحرب اهليه، يعني هيدا انا على اني ما كنت مقرر فوت كثير بالسياسي جايك اقتصادي على الحلقه، بس بعتقد انه كمان في تعسف شوي انه ننظر الى هذا التهديد باطاره الضيق اللبناني وارتباطا بشمال لبنان وبعكار وبشمال وطرابلس فيما يجري بالعالم العربي في الوقت اللي عم تجري تطورات هائله بالعالم العربي، وهي يمكن رح يكون لها دور اساسي بتقرير مدى رجحان هيك حلول انها تصير ببلدان. يعني عم اقصد الشيء اللي عم يصير بمصر، عم اقصد الشيء اللي عم يصير بسوريا على الارض وعلى غير الارض بموازين القوى الحقيقي، الشيء اللي ممكن يصير بالعراق. يعني هيدا اللي رح يقرر اذا نحن رح نروح باتجاه فتنه من هالنوع بالشمال او لا. طيب فضلا عن ميزان القوى الداخلي اللي لحد هلا هو عامل اساسي في منع هيك احتمالات. طيب زميلنا في داعي ثاني في الواقع وهو متخصص بشأن القاعدة وتمدد القاعدة في لبنان، منذ عام 2008 أنا لفتني كان عامل دراسة يمكن أن نشاهدها على الشاشة، أنه منذ متى تتمدد التيارات المنتمية إلى القاعدة في لبنان. مثلا يقول التالي في هذه الدراسة يمكن أن نشاهدها على الشاشة، إنه الدكتور أيمن الظواهري الرجل الثاني سابقا في تنظيم القاعدة انتقل مع نهايات عام 2006 إلى المناطق الشمالية في سوريا. الظواهري حرك مجموعات القاعدة في البلاد المحيطة عبر أمراء منهم المندوب التونسي مصطفى معز بن رجب الذي تردد مرارا على لبنان بجواز سفر مزور والتقى جهاديين في مخيمات فلسطينية. إلى لبنان جاء أيضا الجهادي السوري الأصل عمار فرج هواش لنقل السلاح والذخائر إلى مخيمي نهر البارد والبداوي، وكان يمد المجموعات الجهادية بالوثائق المزورة وأحيانا بدعم مالي مباشر. بداية عام 2007 جاء إلى لبنان القائد المصري في التنظيم حسين مصطفى الملقب بأبو الوليد، نظم أعمالا كثيرة تمتد من الطريق الجديد في بيروت إلى أقليم الخروب صوب الجنوب فالبقاع الغربي وعكار في الشمال وعين الحلوة. خلال أشهر قليلة مرت على لبنان المجموعات الآتية: الجزائرية، السعودية، الحركة الإسلامية الجماهيرية، مجموعة جهادية من أبناء المنطقة الفلسطينية واللبنانية، المجموعة الكويتية، يعني معدد المجموعة الفلسطينية عدد ربما ما لا يقل عن 7 مجموعات جهادية دخلت إلى لبنان منذ عام 2008. والرئيس الأسد يقول إن لبنان لم ينأى بنفسه بل ساهم بشكل مباشر من خلال السماح للإرهابيين بالمرور عبر أراضيه والسماح بمرور السلاح والسماح بالتحريض. نسمع إليه بشكل سريع ثم نعلق. هل توجد قاعدة في لبنان أم هذا كلام وهمي لتخويف الآخر؟ حقيقة لبنان لم ينأى بنفسه،
الواقع أن لبنان ساهم بشكل مباشر من خلال السماح للإرهابيين بالمرور عبر أراضي، السماح للسلاح، السماح للتحريض، لكل ذلك عبر المرور عبر الحدود السورية اللبنانية للمساهمة في إشعال النار في سوريا. فعمليا لم يكن هناك نائب النفس، وإذا افترضنا بأنه يريد أن ينأى بنفسه فماذا يفعل عندما تمتد النار؟ وهذا ما رأيناه خلال العام الماضي، بدأت تأثيرات الأزمة السورية تؤثر بشكل مباشر على الوضع في لبنان. هذه المقابلة كانت مع الزميل غسان من جد، ربما رأيتموها بالأمس فقط لأجل الطرفة. وجدت هذه المقابلة مع الزميل غسان على إحدى الفضائيات، ويقولون في مقابلة لإحدى الفضائيات حتى ما قالوا الميادين. طيب، في قاعدة بلبنان أم لا؟ يعني أنا كتير بقدر اللي بيصدر عن قيادة الجيش وزيرا وقيادة ومديرية. قالوا انه ما في قاعدة كتنظيم بحد ذاته، هذه الفكرة موجودة عبر تسميات، وانا برأيي ملتئمة، وفي بعض افرادها يعني مثل ما عامل شو اسمه فداء منه بعيد عن الواقع ابدا. وجود القاعدة وتيارات تكفيرية يمكن ان يؤدي الى اشتباك مسلح مع حزب الله؟ صعب. السبب؟ توازن القوة مفقود لصالح حزب الله؟ يا باطل، أكيد. فضلا عن الضيف، شوف، لا، بيقدروا يعملوا أذى تفجيرات، أذى إرهابي، بيقدروش يعملوا حرب لحد هلا. أما الساحة السورية، معه حق الرئيس الأسد، أما الساحة السورية اللي جايين على الساحة السورية ما بيحترموا حدود. يعني وقت راح حزب الله، أنا أكثر ليك، أنا بشوف تدخل حزب الله في القصير أكثر من بس. وقال السيد حسن أنه في محور مقاومة أنا منه، بس في شيء أهم أنه في عالم غير محترمة الحدود، والحدود عنده ودولها هي مقسمتهم طبعا للولايات والخلافات والإمارات والمناطق ومعروفة. ونحن وقت بيقولوا في كتار صار بلبنان، حتى بعض الفصائل بيعتبروا لبنان مش بيعتبروا جزء من أرض معينة، بلاد الشام أو ولاية معينة أو إمارة. أو دي ما فيك تجي تقول ليش أنت عم بتصدن على الأرض السورية. صار واجب لكل ما يمكن أنه يأثر علي، حتى ولو كان مش على الأرض السورية. يعني الأردني إذا ضد أيدي مفروض يكون هو متحرك ضدهم. طيب، اللبناني مفروض يكون متحرك ضدهم. ممتاز. بس هذا الكلام عن أنه يجب أن نحترم حدودنا، وتدخل حزب الله يختلف عن تدخل هذه الجهة. الرئيس اللبناني قال ميشيل سليمان أنه ليس لأحد أن ينتقد سياسة النائب النفس. كان يرد على الرئيس بشار الأسد. عمين؟ الرئيس ميشيل سليمان. نعم. اللبناني. رئيسي رد على الرئيس بشار الأسد، قال أنه ليس لأحد أن ينتقد سياسة النائب النفس. ليش الحرية؟ في كتار انتقدوا بقلب لبنان، والرئيس الأسد بيقدر يقول، والرئيس سليمان بيقدر يقول، كل واحد بيقدر يقول. أنا عجبتني سياسة النائب النفس. طيب، ولكن خليني أكمل لك. ولكن النائب النفس مش يعني ننتظر هذا الآتي إلينا، لأنه عم نحكي بالقانون الدولي العام وعم نحكي بالحدود وهي مفتوحة ومباحة منهم، ونحن نقعد مثل اللي رايح لابس سموكن ورايع على وحلة وبيقول لك ما أنا لابس سموكن ما فيني دعوة. خي روح البوست يا بالصيد وفي وحلة وجابة. وهلا مش قصة إذا هذا اللي جاي لعندك بعده بالأرض السورية أو صار على الأرض اللبنانية. في أزمة تطول الجميع. طيب، مش مزبوط انه الازمه تطول ما في سوريا فقط. في شغله مهمه كثير بالنسبه لقصه احتمال انه الفتنه توصل لهون عبر التكفيريين. ذكر اسباب حضره النائب، يمكن انا بضيف انه لبنان بلد صغير. لبنان في طبقه وسطى بنسبه 80% مدينيين. هذا يجعلني موضوعيا اتنبأ انه هالمخاطر اللي عم نقرا عنها يمكن تحصل بشكل موضعي هون وهون وهون وهون، بس انها تخلق حالة عامة بالمعنى اللي بيثير الهلع. خلقت 15 سنة استبعده. نحن 15 سنة حصل الحرب من 2005 تقريبا نون ستيت، ما في دولة مركزية. طيب، والى الان قد ايه وصلنا الى معارك موضعية من الجامعة العربية للشمال لصيدا لعكار للضنية لا 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 لا, لا. ما راحت مثل النار بالهشيم، لانه في طبقة وسطى عندها مصالح.
ثلث السكان بلبنان قاعدين برا عم يشتغلوا بيروحوا وبيجوا وعند كل الطوائف مستوى معيشي وفي مصالح بدهم يحافظوا عليها وبلد صغير. طيب ولكن دكتور كمال حضرتك ومعالي النايب تؤكدان انه موازين القوى لا تسمح بحرب، والمحتمى الاثنان انه حزب الله ميزان القوى لصالحه، في معلومه مؤكده انه لصالحه لا الان؟ لا انا يمكن اضيف انه توازن القوى باطار كمان ما يجري في المنطقه. مصر كان مراهنة كبيرة على مصر أنه تكون عامل أساسي بالمشروع المتطرف، ظهرت وهي أم الدنيا مصر. كان في مراهنة على تونس ظهرت وهلأ عم تظهر أكثر. في تطورات عم تصير جيوسياسية على الأرض بسوريا، في تغيرات بالموقف الغربي بدايات على الأقل بعد اللقاء الأمريكي الإيراني. بس تحط كل هالبارامتر هالمتغيرات وراء بعض، ساعتها انا بصير بشوف يعني هالنظريه على شيء كثير كبير ومثل النار بالهشيم ويخلق حاله مجتمعيه اماره بلبنان او شيء. انا شخصيا هذا مضاف له ميزان القوى الداخلي. طيب دعنا نرى ماذا يقول اللبنانيون، بعدها ساسالك ايضا استاذ كمال لحضرتك في الاقتصاد، يعني اين هي اوضاع لبنان الان؟ جينا نحكي اقتصاد ورطنا بالحكي بالسياسه شغلتي ورطك. نشاهد ماذا يقول اللبنانيون. هلا ما حدا مع الحرب الاهليه، بس هلا الواقع صار يعني حرب. هلا البلد كلها عصابات ومافيات وسياسيين، الكبير اكل الصغير. هيدي زوابع يعني ما بيطلع منها شيء. حرب الأهلية لا عودة له، لأنه نحن بلبنان جربنا الحرب من سنة 75 وما قبل 75، كان الحرب ما فادنا لبنان، يعني ضر لبنانيا ولم يزل بعدنا كمان عم نضرر منه. ما نحن فيها شو بدها تصير؟ ما نحن عايشين مع هاي الناس نفس الشيء، بيضلوا نفس الحرب، ما وقفت أساسا. ما في حرب أهلية، بس بيضل في مناوشات لأجل الآراء السياسية ممكن. بده يضل الأوضاع هيك لحتى تنتهي بالمنطقة كلها، بعتقد في تسويات جاي. التدخلات الخارجية شيء تابع لأمريكا، شيء لإسرائيل، شيء لإيران. الاستخبارات كلها هي اللي عم تحرك. إذا بدهم هن حرب أهلية بيصير حرب أهلية. ما بدهم حرب أهلية ما بيصير. نحن يعني أدوات للخارج. هاي هي. وبتصير من 5 سنين صارت، ما بتصير لو دخلت العالم كله، لو ما بتصير. لا بتوقع في صار نسبة وعي أكتر إنه يصير حرب أهلية، يعني مثلا في أنا رفقاتي كل مختلف الأديان ما بتوقع يصير بيناتنا حرب ولا شيء، لا الجيل اللي طالع غير. من 75 لليوم ما انتهت الحرب الأهلية، بعدها ماشي. بتوقف سنة سنتين وبترجع بتطلع أكثر من جديد. بعدين الحق على الحكومة ما سيبت وجودها بالبلد، لازم الجيش يضرب بيد من حديد، ما يحسب حساب حدا. الله يقدم اللي فيه الخير وما بصير إلا الخير. وهيدي السؤال ما بدنا اياه. ما تجي بصير يقول لي بده يصير في سلام بهالبلد ان شاء الله، بده يرجع لبنان مثل ما كان، بده يزدهر لبنان، بده يتعمر لبنان، بدنا نتخلص من بعض السياسيين اللي هن خاربين لبنان. والسلام عليكم ورحمه الله. كله ممكن يصير الا يتخلصوا من السياسيين الخاربين لبنان. ما رايك استاذ ايميل بما سمعت من اللبنانيين؟ عندي رأي بيضرني إنه بهاو الريبورتجات، رأي بيضرني ما بدي أقوله. طيب. خلي كمال يحكي عنه. لا يعني أنا بقول إنه عطفا وربطا، عطفا على سؤال سابق وربطا بما سمعناه، يعني وهم الحديث انطلاقا من تطورات حدثية سياسية عم تصير هلأ أيا كانت أهميتها، إنه نحكي بلغة خاسر ورابح بالمنطق الكيدي. يعني بمعنى انا شخصيا مش شايف في انتصار الا بتثبيت اعاده بناء الدوله اللبنانيه. طيب. على اسس اصلاح. هون ببدي من قانون الانتخاب لقانون احوال شخصيه طوعي. معلش اسمح لي، جزء من الازمه هون ما فينا نحط الحق على بالمطلق اي حد السياره، في حقوق متبقى، في حقوق بتتوزع. الخطاب الديني عن كل الأطراف، وهذه الرايات والأعلام وكل شيء بيكرس التمايز بين اللبنانيين، ووصولا إلى تزكية نظريات عم نسمعها بعض الندوات إلى استخدام الـ DNA لنميز بين اللبنانيين، بينما بتسمع الشباب والصبايا
50,000 بينزلوا كل سنة على سوق العمل، في 3,000 فرصة عمل مطلوبة. طيب بشكل سريع أستاذ كمان، كيف وضع لبنان الاقتصادي الآن؟ بالواقع يعني أنا رح بسط، رح أقول أنه ما وصلنا إلى الكساد، يعني إلى الريسيشن. بعدها كل التقديرات عم تشير إلى معدل نمو فوق الصفر. هلأ عم ينحكى آخر تقرير IMF، صندوق النقد الدولي، حتى مصرف لبنان، كلهم عم يدوروا حول 1.5%. هلأ بس تحولوا إلى ناتج محلي للفرد، يعني بدك تقيم المعدل النمو السكاني، عم ننزل للنص تقريبا 0.5%. بأوروبا وبأمريكا بعد 1980 معظم اقتصادات الغرب نزلت تحت الصفر. سبب استثمارات سورية ولا ودائع السورية؟ لا حتى لا ما نبالغ بودائع السوريين. كم حجم الودائع السورية في لبنان؟ كمان هيدا احجي انا برايي يحكى عن 4 مليار في ضوابط، ما قصه لقطاع مصرفي في 140 150 مليار مع رؤوس اموال المصارف، 4 5 10 مليار بعتقد ليس بشيء اللي له يعني حجم احصائي يتحدث به. ما بعتقد حتى تقرير البنك الدولي اللي قدم بالجمعية العامة يعني عم يتحدث عن خسائر متراكمة بهالثلاث سنين، انه لبنان كي يستعيد مستوى الوضع اللي كان عليه بال2011 في بيحتاج الى 7 مليارات. دراسات الاسكو عم ترفع شوي لحد 10 مليارات دولار. بتقديري انا كله هذا يحتاج الى اعادة نقاش، لانه هالارقام اصدرها خبراء ولم تخضع لنقاش حقيقي مع اي طرف جدي من اطراف الطبقه السياسيه. طيب في سؤال ايضا حول النازحين، يعني نحن نقرا الكثير من الدراسات، بعض التصريحات ايضا وزير الداخليه مثلا مروان شربي اللي يقول ان النازحين سبب الوضع الامني المتردي او احد الاسباب الاساسيه، وزير الاقتصاد نقول نحاس يقول الاثار السلبيه على لبنان من النازحين من سوريا 7 مليار دولار تقريبا الاثار. أستاذ إيميل، تعتقد أنه سوريا خرجت من المعركة الكبرى ويمكن أن ننتظر عودة نازحين قريبا إلى سوريا، ولا الأمر سيطول بوجود نازحين في لبنان ربما تخطى عددهم المليون أو أكثر؟ يعني ما بعتقد أنه خرجت، ولكن هي على طريق الخروج. هلا ستطول الطريق برأيي إيه؟ منا أزمة هينة. كيف خرجت؟ يعني ما هي الدلائل اللي خرجت بالنسبة يعني ما قبل تفاهم لافروف وكيري، ما قبل الانعطافة الأمريكية وما بعدها اختلفت الأمور. هلا الوضع بسوريا للنظام أريح. سيبقى الرئيس بشار الأسد؟ طبيعي برأيي بالمرحلة الجاية؟ برأيي حتى بعد 2014؟ بترشح وبينجح، وإذا ترشح وسقط بيكون بقى كمان، اعتبر سقط بس بيكون ترشح. هني ما بدهم لا يترجع. مستحيل انه يتنحى بالولايه المقبله او ينهي ولايته ويترك. انا حسب مشاهدتي للامور وحسب معرفتي. غير مشاهدتك، معرفتك اهم من المشاهد. نحن عارفينك بتعرف. لا ما يعني صاير مقصر اني اعرف، بس حسب ما اراه انا انه هذا الرجل ما كان قدر يبقى كقائد، مش بس كرئيس، كقائد في سوريا لو لم يكون معزز شعبيا. انه مش معقول يكون فائد شعبيته ويكون في هذه المرحلة عم بيدير الامور هيك. لو ما كان قائد على جيشه، مش معقول يصير اللي صار بسوريا ويكون الانشقاقات هالقد قليلة العدد وضعيفة النوعية. مش معقول يكون كل سفراء سوريا وكل الاداريين بشكل كامل بعضهم بوظائفهم تابعين للنظام، مش معقول. والا فاذا الحرب حقيقه في ثوار. انا اعترف انه في معارضين سوريين، مش كمان مش معقول هؤلاء اللي جايين من برا الارهابيين كلهم قادرين يجولوا ويصولوا بسوريا لو ما عندهم ارض وبيئه حاضنه، ولكن هذه البيئه الحاضنه وهذه الارض لا ليست مؤهله لحتى تخسر الرئيس الاسد بال2014. أنا متأكد أنه بده يربح بالتصويت،
وبحضور دولة لمراقبة الانتخابات ويمكن تصير أهم انتخابات بالعالم، وأنا برأيي ما بينزل عن 65-70%. إذا ربح بتصير إذا ربح بتصير حدودك أكبر، تصير رئيس جمهورية في لبنان. نحن مرشحنا لرئاسة الجمهورية معروف منه، مرشحنا جنرال عون مين؟ سليمان فرنجي مرشحه. أقول لك مرشحنا نحن بلبنان الحر الموحد. طيب. جنرال عون. أستاذ كمال، من أصعب الأمور بالنسبة لمقدم برامج أنه كل الوقت المخرج يقول له دقيقة دقيقتان بقي دقيقتان. باختصار موضوع النفط في لبنان، في اقتسام جبنة، في زعماء طوائف وزعماء سياسيون يتناهشون، وين رايح موضوع النفط؟ نقمة أم نعمة على لبنان؟ هلا أنا بتقديري مع استمرار النظام السياسي الطائفي ونظام المحاصصة وعدم وجود دولة مركزية ومركز قرار، أنا أميل إلى القول أني متشائم بالنسبة لإمكانية هدر هذه الفرصة. تفننا بإهدار كتير فرص بالعقدين الثلاثة اللي مضيوا، وهلأ النفط على كل، حتى الأرقام اللي أعطاها الوزير مؤخرا 96 تريليون متر مكعب غاز وحوالي 900 مليون برميل نفط، طبعا هذه ب 45% من الأراضي الاقتصادية، ومع 50% probability أنه نوصل لهالأرقام. يعني الأرقام هو بقي حذراً، بعدها حذراً يعني حتى مع هالأرقام لا ليست بالثروات اللي بتخلي الناس تقعد تبك من هلا وتقول حلينا كل شيء. بتقديري أنا إذا ما في إصلاحات، إذا ما في إعادة بناء الدولة، إذا ما في البحث عن قانون انتخاب، أنا يعني بحب ألفت نظر إلى 60 شخصية فكرية وثقافية وسياسية قبل 3 أيام بمبادرة وطنية طلبوا بسن قانون بيدي خمس كلمات النسبية أساس نظام الانتخابي. ما عاد في لعب. لازلت نبني دولي أو لا؟ تصدق أنه للمثقفين دور؟ لا مش مثقفين. لا في اسمح لي انتهى الوقت للأسف الشديد. في أحزاب كانت عم تقول إيه، حتى ممثل مجلس النواب لآخر لحظة إلا إذا عم يستخدموا لا الكتل اللي قائمة إلا عم تستخدم حشر الآخر لأنه بده إياه هو يرفض مش هي. انتهى الوقت للأسف الشديد. فقط رسالتان أو ثلاثة ممكن. بيترا، بيترا مخرجة البرنامج، عادل الكيلاني يقول حول الوضع في لبنان: لن تجازف السعودية بورقة لبنان لأنها إن خسرتها فقدت كل شيء في المنطقة. كنان الصايغ: إذا ما كان الخلاف السعودي الأمريكي حقيقة سوف تتدخل السعودية في لبنان. ليليان عنان: بالطبع أو أنان، بالطبع سيدفع الثمن لبنان والحق يقع على الدولة. رواد المصري: كان ومازال وسيظل يدفع الثمن لبنان، الثمن الباهظ، إلى أن ينتصر أحد المحورين إما سياسيا أو عسكريا. في الكثير من الرسائل للأسف. بعض الكتب سريعا: كتاب لفواز طرابلسي تاريخ لبنان الحديث، يتحدث عن 30 عائلة فقط تسيطر على المال في لبنان تاريخيا وهي لم تتغير، ربما تغير البعض. خلينا نشوف. أيضا كتاب مهم جدا لوزير سابق هنري إدي: المال إن حكم، في الواقع مهم جدا، يشرح كيف تمت السيطرة على المال وعلى بيروت وما إلى ذلك. أيضا كتاب مهم عن دار المسبار في الإمارات، وهذا الدار ينتج كتب مهمة جدا في الواقع: السنة في لبنان، رهانات السياسة والطائفية. يتحدث فيه خصوصا العديد من الكتاب كيف نشأت السلفية والجهادية وما إلى ذلك في لبنان. موائل الوا: أنا والقانون، وهو كتاب جديد سيصدر بعد أيام، وصلتني نسخة عنه لينا زخور، وتتحدث فيه عن حق اللبناني، كل حقوق اللبناني في هذا الكتاب، ولكن باللغة الفرنسية لمن يقرأ الفرنسية. شكرا لكم وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من لعبة الأمم عبر قناة الميادين. شكرا لضيفي الكريمين.